ما هذا يطمر، هذا عيني صدعت، راسي صدع، هذا ينقز هنا وهذا يتكلم هنا وهذا يقول لا انا هنا الصح وهذا يقول لا انا الصح. لو انهم راكدين وكل واحد صح صح وحط مخه في راسه وفكر بركاده في قضيه مستلمها ترك الدوسري محكمه، يجي يقول قضيتي كذا 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 كذا، ترك يقول له الحل كذا 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 كذا، اخصم على فلان انت خذ فلوس. هذا يهاوش ذا وهذا يصادم ذا. لو ان الهواش هادين ويتناقشون نقاش بسيط، هذا يناقش ذا صوت هادي بدون صياح وبدون لجة، وهذا يطالب هذا وهذا ياكل هذا وهذا ينقز، واذا تكلم هذا هرج هذا يرد عليه وهذا ما يعطي هذا مجال يتكلم، هذا ياخذ المجال من هذا. انا في الجلسة قاعد اطالع هنا ناظري، ابي اشارك انا، هذا بيشارك ما نقدر، بوف بوف بوف. اوه راسي رساه، عروق راسي تقول ها، عيني كذا، تعبت نفسيا يوم سبعة تعبت، ابي اركز ابي استوعب ابي ماني بقادر، ابي ادخل بعطيهم شوري، انا ابي ادخل ابي اعطيهم شوري ما قدرت. ايه اسمع، ايه انت علامك انت وش سابا، انت ما تقول كذا، لا اجلس اقعد فقم. ما اعرف ما اعرف ما اعرف اتكلم كذا. شوف 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 لو ينقز اخويا عزيزول، بجلس ابي ارتاح نفسيا، انا مفطر واليوم صيام، شهر خير شهر فضيل، ابي احتسب الاجر، تعب الصيام الله يكتب اجرنا، لازم ارتاح نفسيا وارتاح لما اسمع وارتاح لما اشوف. هذا غلط، ما عمري قطعت جلسه بسوالف. اخ اخ يا راس الرسه يا راس الرسه انطش. متى يخلص طيب؟ متى نبدا نسولف زين؟ متى ان شاء الله؟ غرفه مستطيله، اول مره اشوف غرفه مستطيله كذا وبين المتسابقين شبرين، هنا جالسين ناس وهنا جالسين ناس، وكل هذه يا ربي يا الفوضى. الحمد لله الله كريم الله كريم، زودنا على ضيق الغرفة، ازعاج ازعاج، الله اني ارأف. امي الحين تابعني، بسم الله على ولدي بسم الله على ولدي لا يجي شيء، بسم الله عليه بسم الله عليه بسم الله عليه، كم 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 عال 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 كم 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 كم. عيال عمي تابعون بيشوفون عبديز وينه، عبديز ما يعرف يدخل في الازعاج ما يعرف. انا انسان في الازعاج ما ارتاح نفسيا ولا اجلس، اعوذ بالله. توترت وعاد ادري وين المو، ادري وين العصير، وعاد ادري موضوع صعب 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 انك تسيطر عليه، لابد من تركيز. كم يعني رمضان 30 يوم انا اصوم افقد التركيز بسبب ايش؟ بسبب الجوع والصيام عن الماء. حساب الاجر الله يكتب اجرنا، طبيعي اني افقد التركيز، افطر ابي استعيد قواي، اجي هنا ازعاج. يوه يوه شو انا في الغرفه الثانيه ما سلمت من ازعاجه. الواحد لسانه ما شاء الله تبارك الله طول، ما ادري اعوذ بالله. ما هم منطق ما هم منطق، ما شاء الله تبارك الرحمن، الله لا يضرهم الله لا يضرهم، يصوم الواحد يصوم في النهار ولا جاء بعد المغرب الا لسانه هطو. الواحد ياكلك اكل هنن شويه شي زير سالم، ريلاكس، هد هد يا زير سالم، هد هد يا زير سالم، ريلاكس. بالمنطق تقدر تجيب كل شيء، بالمنطق تجيب كل حاجة، جميع قضية في الدنيا تأخذها ذي بالمنطق. هنا في تركي الدوسري سلطة عليا، تقدر تجيب حقك بكل سهولة بدون مال. الله كريم إن شاء الله اليوم أنا إن شاء الله في قضية من القضايا إزعاج إن شاء الله، احد القضايا الازعاج، راح ارتاح راح اريح مخي، ازعاج مو طبيعي.